من شو بده يكون حذر مولود الجدي بالأسبوع الثالث من شهر آب أغسطس 2022؟ يا عزيزي بدك تحذر من ارتكاب الهفوات بين التنين والأربعة، التنين 15 والأربعة 17، لأنه هالفترة معاكسة وخلالها ممكن أنه تغلط، وبتحتم عليك هالفترة التروي وعدم الغوص بمجالات عقيمة. ما تصدق بعض الوعود الكاذبة والإغراءات. بتستفيد بين الخميس 18 والجمعة 19 من برامج عمل بتوضع وبتجي نتائجها لمصلحتك، بس لازم تراجع بعض الأوضاع على أثر فرص بتطرق بهالوقت وتجري تعديلات لابد منها على مشروع لإلك إذا لمست ملاحظات من قبل فريق مقرب لإلك، وخاصة بين السبت 20 والتنين 22. بهالفترة لازم تستعجل وتصحح الأخطاء قبل يوم الثلاثة 23 من الأسبوع الجاي. إذن ركز على الخميس وعلى الجمعة 18 و19 حتى توضع برنامج عمل، وحتى تعرف أنه إذا قمت بهالوقت بمبادرة رح تكون النتائج لمصلحتك. في تعديلات لابد منها بآخر هالأسبوع، ولح تلاحظ أنه في إشياء بدك تستعجل أنك تصلحها حتى ما توقع بورطة كبيرة.